لتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي السيد شاهو قرداغي. أستاذ شاهو، بداية مرحبا بك. بعد أن أعلن رئيس أركان القوات الإيرانية محمد باقري عزم بلاده إنشاء منظومة دفاع جوي في العراق، كيف ترى تصاعد نفوذ إيران في العراق؟ تحياتي لكم. بداية حقيقة إيران مصرة على ربط مستقبل العراق بها، وبالتالي أن يكون مستقبل العراق مرتبط بها ومصيرها مستقبل مصير النظام الإيراني. وفي ضمن هذه الخطوات تريد إنشاء منظومة أمنية مشتركة مع العراق، وهذا لا يعني أنها تتعامل مع العراق كدولة مستقلة، بل هي تتعامل مع العراق كحائط دفاع أمامها لصد المشاريع التي من الممكن أن تستهدفها من الخارج. وهذا ما يفسر تصريح رئيس الأركان العراقي قبل قليل بأنه يقول لن نسمح لاتخاذ العراق ساحة أو مركزا لاستهداف إيران، وبالتالي إيران تريد أن تقوي جبهات الدفاع عندها، وليس غرضها إنشاء منظومة دفاع مشترك مع إيران مع العراق. في هذا السياق يعني صرح خامنئي أنه يجب ضمان خروج القوات الأمريكية من العراق في أقرب وقت. هناك صراع متصاعد ما بين إيران وأمريكا، يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ بداية أتوقع أن أي دولة لديها السيادة والاستقلالية الحقيقية ترفض هذا التصريح وترفض هذا الطلب من قبل خامنئي، وعلى عبد المهدي أن يصارح خامنئي بأن العراق هو من يحدد مصالحه ومضاره، وهو من يحدد متى يتم إخراج القوات الأمريكية. بلا شك أن خامنئي يتصرف كمحافظ مع عبد المهدي، كمحافظ لإقليم أو محافظ لمحافظة إيرانية، هكذا يتعامل مع العراق، على الرغم من أنهم يؤكدون دائما على احترامهم لسيادة العراق. وهذا الطلب من خامنئي يفتح الباب مجددا امام صراع الوكلاء داخل العراق، يعني مواجهه امريكيه ايرانيه مجددا داخل العراق. وكلما كانت الحكومه العراقيه ضعيفه وسيادتها متعلقه بالخارج ولا تملك اي استقلاليه، كان احتماليه اشتعال الامور والصراع اكثر في العراق بين الولايات المتحده الامريكيه وايران. إذا كان العراق بهذا الموقف بات على شفا تأزم ربما للعلاقة مع أمريكا، إلى أي مدى تعتقد أن العراق أيضا هو على شفا عقوبات أمريكية إذا ما تماهت هذه مع الموقف الإيراني؟ بلا شك أن منظومة الحكم الفاشلة والفاسدة التي تم بناؤها إلى الآن لا تستطيع أن تعتمد على نفسها دون التدخلات الخارجية. فالالتزام بالعقوبات يعني تدخل إيراني أكبر وممكن بلبلة أمنية وإحداث مشاكل أمنية داخل العراق، وعدم الالتزام بها يعني عقوبات أمريكية على العراق. وبلا شك من الواضح أن العراق لن يستطيع أن يتحمل أي عقوبات أمريكية، وبالتالي يحاول أن يبقى في الوسط ما دام ليس هناك ضغط أمريكي كبير وهناك السماح للعراق باستمرار العلاقات مع إيران لفترة أكبر. تحاول العراق أن تبقى في المنتصف، ولكن لا يمكن أن تبقى في هذا الموقف إلى النهاية، وبالتالي عليها أن تختار إلى أي جبهة تكون، ولكن بسبب ضعف الحكومة وبسبب عدم وجود المؤسسات والسلطات الحقيقية هناك خطر حقيقي على العراق في ظل احتمالية تطبيق أي عقوبات أمريكية عليها، لأن العراق أصبح رئة تتنفس من خلالها إيران وتتجاوز العقوبات الأمريكية. إلى أي مدى يمكن أن يراهن العراق على الدعم الإيراني في حال لو فرضت عليه فعلا عقوبات أمريكية؟ بلا شك أن إيران لا تفكر بمصلحة العراق ولا تفكر بمصلحة حلفائها، هي تستخدم هذه الدول وتعتبرهم محور المقاومة في سبيل تخفيف آثار العقوبات. وفي حال فرض عقوبات على العراق بسبب علاقتها مع إيران، بلا شك أن إيران سوف تخرج من المعادلة وتستخدم هذه الأطراف كأدوات لحماية نفسها في النهاية. نعم، نشكرك شكرا جزيلا. من إسطنبول الباحث في الشأن العراقي السيد شاهو القرداغي.